التصفيات الأولى للمشاركة في برنامج المحفظة لم تكن سهلة للبعض في ظل لجنة تحكيم صارمة وأسئلة متخصصة. كيف جرت اللقاءات وما هي أبرز الانطباعات؟ وهل كانت المهمة أمام لجنة التحكيم سهلة لاختيار المتسابقين 14؟ دعونا نتابع سويا. الجلوس أمام لجنة الحكام له رهبته، والأسئلة الفنية التي ركز عليها عضو لجنة التحكيم حسام الحسيني إيجابية يعني، بس أنه طبعا لما في أسئلة تكون فنية، أنا طبعا مش محلل فني، أنا مجرد متداول مستثمر يعني، عرفت كيف؟ فأنه غالبا الأسئلة اللي كانت تهمني جاوبت عليها، أو كانت اللي بعرف عندي خلفية أنا جاوبت عليها، وبعض الأسئلة كانت شوي بعيدة عن مجالي. اللجنة رائعة أصلاً، جماعة كثير لطيفين بيريحوك يعني، ما المفروض يكون عنده رهبة، بس كثير لطيفين وأسئلتهم لطيفة، فالحمد لله الكل بيطلع مبسوط متأكد. والله تفاؤلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. إن شاء الله. وفبطمن كمان الصبية، الجماعة كثير طيبين يعني، كثير كثير والله. الحين الشباب ما حد ساعدني صراحة، يعني كلهم دخلوا على طول طلعوا، قلت يلا نتوكل على الله نشوف شو الموضوع. حسام طيحكم في مخالفة، هل يحق الوسيط أن يقدم استشارات؟ طبعا لا. أنت كل يوم مطلوب منك تتداول. إيه. وين بروح على أي قطاع يعني؟ أنت مطلوب منك مسؤول إماراتي كل يوم تتداول، لازم يكون عندك صفقة باليوم. أها. من يوم. أوكي. طب كيف ممكن تدبر حالك؟ يعني بشوف السهم اللي عمل محليا نتائج طيبة وحاول. وقبل صعبة شوي، كانت لجنة التحكيم جدية جدا، بس عندي إحساس رح نستفيد كتير من اللجنة إن شاء الله إذا استمرينا بهالبرنامج. يوم طويل، أسئلة كثيرة وأجوبة أيضا، والانطباع هو واحد. وجوا في كاميرتين رح يكونوا، يعني رح تكون متلبك. بدنا أربع كاميرات مش كاميرتين. في فكرة إنه كيف تنتقل الأسهم، يا أسهم تدخلها مثلا؟ لا حاليا يعني فيه، أنا أشوف أنا أعتمد على التحليل الفني على فكرة. اوكي دور ناصر شو بتقول له؟ اقول له افرد صدرك يا ناصر واستعد للاسئله، ما في مجال يعني. كيف تقيم معرفتك بالاساليب التحليل الفني والاساسي؟ تك على الاساسي، الفني مش حاط شيء، ما بتدور فنيا؟ لا بتدور طبعا فنيا، انا عفوا هو كان فكرت انه في خيار بينه اساسي وفني، الاساسي الفني طبعا. أوكي. فنيا أكثر من أساسي. طبعا التوفيق يا ناصر. تسلم، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. السيد حسام شوي أسئلته بدخل شوي أكثر في التفاصيل، بس بشكل عام يعني الحمد لله كويس. خبرة الحمد لله موجودة، فإن شاء الله نكون مستعدين. هيك على الكاميرا حسيتك شوي ارتحت شوي. لا يعني شوي البداية، لأن البداية. خالد كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف صحتك؟ الرقابة اللي تتم على شركات الوساطة من قبل الهيئة والأسواق شو هي؟ قد يعني توصل لغاية تسلم. شكرا. شكرا. لجنة التحكيم يبدو أنه أسئلتها كانت شوي صعبة، لبكتوهم للمتسابقين. خلينا نشوف، نبدأ مع صالح. صالح الكاميرات كانت عاملة مشكلة بالنسبة لها، كاميرتين ثلاثة أربعة، كيف كانت؟ ولا الأسئلة هي اللي لبكتك؟ لا طبعا أي مقابلة تكون أنت فيها يعني مكان أسئلة، لا بد يعني كل الأنظار متوجهة إليك، فتحاول أنك يعني في نفس الوقت تجاوب بالإجابات الصحيحة، وفي نفس الوقت تحاول أنك يعني تستذكر أو تستعد للأسئلة اللي ممكن توجه لك. شو أصعب سؤال واجهك من لجنة التحكيم؟ حسام الحسيني سألني سؤال. مين؟ حسام؟ شو كان السؤال؟ نحن كنا نتكلم عن التحليل الفني. أها. فقال لي تعتمد مثلا في كسر الترند الهابط، شو اللي أكد لك أنه أو استقرار السهم يعني شو اللي أكد لك؟ قلت له الصفقات.
اوكي. قال الصفقات؟ قلت نعم الصفقات. قال لي لا غلط، مش الصفقات. عم بيوقع كل صفقة بيع تقابلها صفقة شراء. الرغبة هي الرغبة في الشراء. اها طيب، نسمع وليد. وليد كمان وليد رماني، شو كيف كانت الأسئلة بالنسبة للجنة الحكم؟ والله الأسئلة كانت عامة بشكل عام، وفي أسئلة متخصصة. إذا بتسألين على أصعب الأسئلة اللي سألتها كانت من الأخ خالد عن المخالفات وهالأمور. فسألني كم سؤال، والله كان صعب علي الإجابة. مع أنه أنت بتصيد فراشات، يعني ما عرفت تصطادهم للحكام. هاي صيد الفراشات قصة بنحكيها بعدين إن شاء الله. خبرنا بس وين بتمارسها لهالهواية يعني وليد؟ إحنا بدبي هون صعب عنا شوي الفراشات نلاقيهم. في البر من مارس. بالبر هون ببردوا. طيب نسمع أيضا رأي سعيد. سعيد كيف كانت اللجنة التحكيم؟ شو الأصعب كان بالنسبة لك، الوقوف ولا الأسئلة يعني قدام الكاميرات؟ والله برضو أستاذ حسام، والله يا أستاذ حسام ملبك كل المتسابقين الظاهر. كان جدي جدا بالأسئلة تبعيته، بس طبعا هو بغرض أنه الاستفادة للمستثمرين. طرح علي سؤال صعب، قال لي وقتها إذا بدي إياك تتداول اليوم، كنا عم نمرق بظروف عالمية مش مناسبة، يعني قلت له أنا ما بتداول اليوم. لا، أصر علي إني أجاوب. فأعطيته خيار، وبتصور كان راضي عن الخيار. أقنعك الجواب حسام؟ ولو أقنعنيش كان مش موجود هون. أوكي. نسمع عبد الله كمان. عبد الله كان عبد الله بتحب الفوتبول قدرت تحقق هدف مع الحكام يعني بالأسئلة؟ لازم، هذا أهم شيء. حقق هدف معناته تقنع الجمهور وتقنع اللجنة بشكل خاص يعني في هذا الشيء. نعم. سيرتهم ما كانت سهلة طبعا. أنا أولا تفاجأت يوم شفت أعضاء اللجنة يعني بالموجودين ما شاء الله كلهم مخضرمين، كان أستاذ خالد أستاذ وضاح أستاذ حسام، فكل واحد مثلا تقول كان يسحبني من صوب الأسئلة القانوني والفني والأسئلة العامة. يمكن لوضع خاص كوني أشتغل في إحدى الشركات المساهمة العامة، نعم. فركزوا على نوعية الأسئلة اللي تخص التداول المتداولين والإنسايدر. فهذا كان ضيف لك خبرة أوريدي يعني، بما أنك أنت عم تتداول فالأسئلة كانت يمكن بالنسبة لك شائعة. مقبولة. نعم. والحمد لله سجلنا هدف عليهم وقنعناهم يعني واقتنعوا. يلا للأهداف للحلقات الأخيرة إن شاء الله منشوفها. حسام، يبدو أن الأسئلة كانت يعني بالنسبة للمتداولين، بعض عنده خبرة بالتداول، البعض لا يمكن. كيف كان بالنسبة لك يعني نوعية الأسئلة والإجابات، إلى أي مدى كانت فعلا مقنعة من المتسابقين؟ أوكي، هلأ هي بشكل عام معظم المتسابقين كانوا من جايين من خلفيات مختلفة. في منهم كان بيعتمد أكثر على أساليب التحليل الفني، في منهم على الأساسيات، في منهم لا يعني زي باقي المتداولين بالأسواق. الأسئلة إحنا كان الغرض منها إنه نشوف لأي مدى معرفتهم. لا يوجد هناك طريقة مثلى، إحنا لا ننتظر من المتسابق أن يكون هناك إجابة مثلى، لأنه الكل بيعرف أنه حتى التداولات بالأسواق تعتمد. فبالعكس يعني معظم الإجابات اللي كانت من قبل المتسابقين على أسئلة ربما كانت بعض الشيء يعني صعب على بعض المتسابقين مش على كلهم، بس الحمد لله يعني إجاباتهم كانت مقنعة. وهذه الإجابات باعتقادنا كانت أنه بتأهلهم أنهم يعني نتوقع منهم أنه يكونوا يعني يظهروا بعض الندية، ولربما أنه نشوف نرفع مستوى المنافسة وبالتالي تعم الفائدة بالنسبة للمتسابقين وبالنسبة حتى للجمهور الكريم. أستاذ وضح، حضرتك أكاديمي ويبدو أنه الأسئلة كانت على مستوى أكاديمي بالنسبة للمتسابقين، كيف كانت يعني التجاوب المتسابقين بالنسبة للأسئلة اللي تم طرحها؟ الحقيقة شيء مهم جدا، أنه أنا أميل بالحياة العملية أميل إلى الاتجاه التطبيقي في أي موضوع. نعم. الاتجاه التطبيقي في خط نظري وفي خط عملي، نحاول قدر الإمكان أن نشوف كيف نقرب بين هذين الخطين حتى نرفع من مستوى الأداء. أنا إلى حد ما طالما حسام موجود متخصص بالتحليل الفني ما ركزت عليه، ركزت على التحليل الأساسي. وحتى مفهوم التحليل الأساسي الفندمنتال ما كان كثير واضح، اللي هو يتعلق بتحليل الكشوفات المالية. ففي نقص، الأكثرية يركز على في نقص في هذا الجانب. وأنا راح أرجع أكد عليه هذا مرة ثانية للكل، مرة ثانية أكد عليه هذا، أنه أريد أشوف أنه اختيار الأسابيع القادمة، اختيار المتسابقين للأسهم، هل يعتمد فقط على حركة السهم أم
يعتمد أيضا على خلفيات أداء الشركة أدائها بشكل عام الذي ينعكس أيضا تاريخيا في الكشوفات المالية. هذا اللي احنا ما ركزنا كثير عليه لأن الحقيقة أمامنا فرصة، ولكن نعم. أنا أعد الأخوان بالأسابيع القادمة الربح المفرط بالنسبة لمدراء المحافظ هذه مخاطرة. نعم. لهذا السبب أنا في الحلقات القادمة راح أذكر معامل بيتا، معامل المخاطرة، نشوف درجة مخاطرة. أنا فقط للتذكير، هذا ما راح يكون عامل أوت يطلع أوت، ولكن فقط للتذكير ولرفع جانب التثقيفي بالنسبة للاستثمار طويل الأمد. يعني هاي النصيحة من الآن قدمها أستاذ وضاح، وطبعا رح نشوف يعني من خلال تداولاتكم قد رح يكون في هناك التركيز على ما قاله الأستاذ وضاح اللي هو رح ينطلق بكرة بإذن الله. إذن مشاهدينا في المحفظة هناك عدد من الشروط والمخالفات العامة التي تعاقب عليها القوانين المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. اعتمد برنامج المحفظة لائحة غرامات خاصة بها في حال ارتكابها، هذا إضافة إلى الشروط العامة للبرنامج. لنتعرف أكثر عن كثب وعلى قوانين المحفظة.